واليوم أبشرك أمام العراقيين كلهم أنه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد بعث لي عبر مكتبه الإعلامي برسالة وبصمة صوتية أنه بناء على ما عرضته وبناء على ما تم طلبه بأنه تتم إعادة. يا الله يا الله، هذا اللي نترجى منكم. يا الله هذا اللي نترجى منكم. في حلقة سابقة تناولت قضية عبد الله المحكوم بالإعدام واللي طلعت وياي أمه. خليني أشوف التقرير يا همام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة المدعو عبد الله حازم المسجون في سجن الناصرية، محكوم عليه بالإعدام. ناشدناكم قبلها من قبل والدة، بعثنا لكم رسالة شرحنا بها بالتفصيل. أنا أسأل الله عز وجل أولا وآخرا وألتجئ لله قبل كل شيء ثم إلى جنابكم، أسأل الله أن يجعل على أيديكم يا الله الفرج والساعدونة. عبد الله محكوم عليه بالإعدام ظلم وزور وبهتان، كل من قبل مخبر سري بدون ذنب بدون أي جناية، وتهموا عليه كل أنواع التهم اللي ما أنزل الله بها من سلطان. أنا آخر زيارة كانت إله، شراب الشؤون كانت تعذيب، والتعذيب مستمر دائما بشتى أنواع التعذيب، بالكهرباء بالسحل بأشكال أنواع التعذيب اللي جاري منه، حتى الدواء اللي أبعث لي ما يطوية، من الجوع من العطش من كل شيء، وغيره صدقوا علي الأدام. والله الذي لا إله إلا هو بريء. أنا قبل أسبوع فقدت 4 أولاد نتيجة الحروب نتيجة القصف، وهذا الخامس يرضي من هذا؟ أنا أشهدكم. هذا الفيديو أثرني أنا عندما عرضته بوقتها وأرسلته إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، واليوم إجاني الرد. اطوني مع عبد الله. مع عبد الله أخويا شلونك؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير أشكرك. أنا خابرتك واليوم أبشرك أمام العراقيين كلهم أنه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد بعث لي عبر مكتبه الإعلامي برسالة وبصمة صوتية أنه بناء على ما عرضته وبناء على ما تم طلبه بأنه تتم إعادة محاكمة ابنك عبد الله. يا الله يا الله، هذا اللي نترجى منكم. يا الله هذا اللي نترجى منكم، وعسى تكون هذه يا رب فاتحة خير. أسأل الله عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق على ما تبذلون من جهود من أجلنا. شكرا لكم جزيلا. شكرا. احنا ما نبذل جهود، هذا غصبا علينا واجبنا تجاه اهلنا. أشكركم. وتجاه امهاتنا وتجاه المظلومين بالعراق. انا اقدم الشكر لمجلس القضاء. وانا يا ام عبد الله قلت عباره بالبرنامج، قلت لندخل نعم. لنجعل من قضيه عبد الله مثلا، انه طلبوا منه مساومته على زوجته وعلى خواته حتى يعترف. أيوة. لأنه إذا ما عبد الله أيوة. ثبت براءته يا أم عبد الله، سنلجو من خلال هذا إلى الكثير من المظلوميات. ولذلك تقبل مجلس القضاء هذه القضية. فأخويا أنت راح أبعث لك رقم تليفون أحد الأخوة في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، تسوون لائحة من قبل المحامي، وهذه اللائحة تطلبون بها إعادة المحاكمة، وتتصلون بالأخ محمد سامي وتودون له المعاملة، وتتابعون من خلال المحامي لإعادة إجراء المحاكمة. وهذا الحق اللي علينا نقدر نسوي لكم إياه كقناة، وأنا أيضا خادمكم.